طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني للصف الثالث لمادة اللغة العربية، حيث سنتعرف يا أحبائي في هذا الأسبوع على أهم مهارات اللغة العربية التي سيتم تغطيتها خلال هذا الأسبوع، من مهارة التعبير والمحادثة ومهارة القراءة والكتابة ومهارة التعبير بشكل شفهي وبشكل كتابي. سيتم خلال هذا الأسبوع يا أحبائي بقراءة درس الأصدقاء واستخراج الفكرة الرئيسية من هذا الدرس. أيضا سنقوم خلال هذا الأسبوع يا أحبائي بعمل تقييم للدرس ووضع علامة على القراءة مراعيا علامات الترقيم ونطق الكلمات باستخدام الحركات. أيضا لدينا يا أحبائي في هذا الأسبوع مناقشة حول موضوع الوحدة والذي يتحدث عن القدوة، حيث تعرفنا على معنى القدوة وأنواع القدوة وكيف وما هي صفات الشخص المقتدى به، حيث تعرفنا على من خلال الحصة الصفية من خلال مناقشة الطلاب حول الصديق الذي يعتبره قدوة في المدرسة ولماذا. أيضا تعرفنا على القدوة التي يقتدي بها معظم الطلاب وذلك ربطا بمادة التربية الإسلامية، وهي القدوة قدوتي رسولي، وهو القدوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا الأسبوع سيكون لدينا يا أحبائي تقييم للإملاء، حيث سنقوم بقراءة فقرة الإملاء من كتيب الإملاء التي يتم إعلام الطلاب بها من خلال الإيميل اليومي، ومن ثم التدرب على كتابتها عدة مرات في كتيب الإملاء وأيضا على دفتر النسخ، واستخراج أهم المهارات التدريبية فيها من خلال اللام الشمسية، همزة الوصل، همزة القطع، وأداة النداء، والتاء المربوطة والهاء المربوطة والتاء المفتوحة. أيضا يا أحبائي سنتعرف على المفرد والجمع. أيضا سيكون لدينا هناك مهارة القراءة من خلال مطالعة النصوص الإضافية، وهي نصوص خارجية يتم تحفيز فيها القراءة السهلة. سنقوم بالتدرب على القراءة والكتابة الإملائية اليومية. سنقوم يا أحبائي في هذا الأسبوع بزيارة المكتبة واستعارة قصة، سنقوم بقراءة قصة وإعطاء الطلاب مهمة البحث عن عناصر القصة من خلال الشخصيات والعقدة والحل وعدد صفحاتها والمؤلف، ولو كنت مكان الشخصية الرئيسية في هذه القصة ماذا سكنت تفعل، رأيك في القصة. أيضا سنقوم بالاستماع إلى قصة والتعرف على أحداثها، وثم يقوم الطالب بتلخيص هذه القصة بشكل شفهي. يوم الخميس أود تذكيركم يا أحبائي سيكون لدينا موعد لتقديم الإملاء غيبا. طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.